على الخير. والحقوق الزوجية حقوق عظيمة أيضا. الله سبحانه وتعالى بيّن كيف تكون هذه الحقوق بين الزوجين. الحقوق مشتركة، فالله سبحانه وتعالى يبين أن كل ما للرجل على امرأته هو للمرأة على زوجها أيضا، إلا أنه يتميز عليها بدرجة القوامة لأنه قيم. فالله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن مثل الذي عليهن، أي لهن على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم، إلا أن الرجال لهم درجة وهي درجة القوامة. فهذا يجعل الحقوق مشتركة. ونحن نرى كيف يبين القرآن الكريم هذه الحقوق المشتركة ما بين الزوجين، وكيف تكون العلاقة بينهما علاقة انسجام، بل علاقة تداخل، حتى يغدو الرجل مع المرأة كأنهما شخص واحد. الله سبحانه وتعالى يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. لم يقل وقد أفضيتم إليهن، وإنما قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني أن الرجل والمرأة بعلاقتهما الزوجية وترابطهما معا يكونان كالنفس الواحدة. فعندما يفضي الرجل إلى المرأة كأنما أفضى بعض هذه الحقيقة الجامعة بينهما إلى بعضها الآخر، فالعلاقة بينهما إذن هي أكبر من أن تكون علاقة بين اثنين، وإنما هي كعلاقة الشخص بعضه ببعض، إذ هما جميعا ينسجمان في المشاعر والألفة والمودة والرحمة. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى بما يكون بين الزوجين من المشاعر الطيبة عندما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.